اكتب تاريخك مع الله، تاريخ جديد، تاريخ مش قايم على ان انت صايم وخلاص عادي، او بتصلي وخلاص من غير روح. الذكر بيعمل ايه؟ الذكر روح العبادات، يحول العبادات الى روح تسري فيها فتشعر بوجود الله. مش مجرد انك بتأدي واجب او صايم بالعادة زي بقية الناس، تحلو الصلاة وحلو الصيام وتشعر بقرب شديد من الله. ذكر تلت ساعة كل يوم يحيي اليوم كله. الذكر وقود الحياة، الذكر هو الطاقة الانرجي بتاعت يومك كله. اذكر الله كل يوم تلت ساعة، مش بس في رمضان، وكمل على الذكر بعد رمضان. عيش التجربة وبعت لنا أحاسيسك واحكي لغيرك وانشر الفكرة دي ان الناس تذكر ربنا. واسمع الفيديو تاني لو حبيت وانت بتذكر عشان تكمل المدة. عيش بالذكر تعيش حياة.